نرجع بعد نحكي لك في تفاصيل على راضي ومدربين جدد في الزوز فرق اول مقابله اليوم حتى مراد العقبي كيف في الاتحاد المنستيري. سيد المنشي كلمه على الماتش اليوم كيف تشوفه؟ هو الماتش باش يكون بوكو دو كونسيكونس للفريق اللي باش ينهزم، راه اليوم باش يصير برشا مشاكل للفريق اللي ينهزم. اليوم كي نشوفوا المباريات الوديه اللي صارت معناها ما كانتش في طراز عالي حتى او نيفو دي ريزولتا كساسوا الاتحاد المنستيري ولا الترجي الرياضي التونسي. وانا نقول ديما راهو في الفوتبول كي تنحي لا كولون فيرتيبرال نتاع اون ايكيب راهو تي فا افور دي كونسيكونس تري غراف وما تنجمش تستنى النتائج معناها ايجابيه. وهذا الشيء اللي انا راضي جعايدي اذا كان انا استغربت برجوعه ونقول لك للدور التونسي، لانك تعمل 15 سنه في اوروبا وترجع بور موا سي ان ريتور اون اريير. معناها اليوم اسكو سور ان بروغرام ان بروجي سبورتيف تاع 3 4 سنين جماهير الترجي الرياضي التونسي ما تنجمش تستنى. لسعد جرده اسرت مومون الكومونيكاسيون تاعو كانت اكسبسيونيل بارابور على جوارات نتاع الاتحاد المنستيري. باش نرجع لهذه نقطه مهمه برشا، لكن من بعد لسعد الى تي بري معناها كم هو صاحبي سي انامي انتيم، بعد دخل في حاجات وقتها في بلاتو قال، وانا صلحت له من غدوه قلت له راهو الجماهير الاتحاد المنستيري لازم يصبروا على الفريق السنه، لان بعد مغادره الملاعبيه كادر من الاتحاد المنستيري راهي باش تصير مشاكل كبيره برشا الاتحاد المنستيري. ونعرفوا الاتحاد المنستيري السنه بريسك منع من سقوط للدرجه الثانيه. دونك انا نقول تو سامبلومون اللي اليوم كسوا مراد العقبي ولا راضي جعايدي، بتات المورد العقبي ان افونتاج بارابور على جوارات اللي يعرفهم. اليوم ثم الياس جلاسي راهو لي ديسكسيون مش من توا، عندهم ثلاثة ولا أربعة شهر. علاش هما وقت اللي وزاد خذاو أسامة دراجي؟ خاطر يعرفوا اللي الياس جلاسي أن جور ولوتر يزمو يمشي، لأن الإمكانيات المادية. ولو أنه سي منجي معلومة فقط لحبيت الاتحاد المنستيري، الدراجي ماهوش مؤهل باش يكون حتى لديسمبر. اختاروا 10 عقود صبوهم في الجامعة، عندهم حق في 10 انتدابات. أسامة دراجي بما أنه ماهوش حاضر فيزيكمون تفاهموا معاه، معناها باش يقعد يترينا ويخلص وفي ديسمبر يصب الكونترا نتاعو، معناها هنا حتى ديسمبر مش باش يكون موجود. ايوه نحكيو على الشامبيونا، معناها اليوم انت المباراه هذه كانت باش تدوم باش تصير يوم 30 جوان. معناها تشوف انت البريباراسيون اللي تعملت على المباراه هذه كسوبر كوب مستير، تنجم تلعب تقول لك نلعب باش نهز اول سوبر كوب نتاعي، لان هزلت اول كوب في المستير كان ضد الترجي الرياضي التونسي. اليوم البريسيون على الترجي الرياضي التونسي اكثر من على الاتحاد المنستيري، نحب ولا نكره. دونك سافا تيتر تري تري ديفيسيل. شنو هي الطريقه اللي باش هو يقول لك؟ هي ديما راهو سي لي جوار كي فون لونترونور، ولونترونور انتيليجون كي يعرف يتعامل ويعرف يعدي لو ميساج للجوارات. انا ثم جوارات كي تبدا تلعب في تونس نقول له راهو انت توني ريان بارابور او جروب بارابور او بوبليك، يا ريسبي دو بوبليك. انت عندك الزهر كي تبدا تلعب بالكدا الناس تشجعك وتنجم تولي ماكش باهي كلاعب وفي في في الميدان، لكن بلقطه فنيه تنجم تعمل. اليوم على كره ضربت في الترانسفير نتاع ميسي بور لو باريس سان جيرمان، معناها ماهوش على وكان مرك الهدف هذاك وربحوا 2-1. راهو ميسي 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 شوريك معناها اون توش ميم لي جران جوار. اليوم المباراه كما قال خويا كمال تبارك الله، انت قلت هادي زعيم، تحيه لخونا هادي زعيم. ايوه نحبوا برشا خونا هادي زعيم، تحبوه برشا تحيه. لان بالرغم البارح راني نتفرج في ماتش الكوب كونتر المستير، وهو ماركا وقتها اون 2007، معناها الماتش خدمته انا ونتفرج فيه وهو وانا سالته معناها البارح نتفرج في الماتش. لا معناها اون بلوس فال اللي جاي تسمع في نجوم. لا 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 نسمع في اكسبريس اف ام. ايوه محلاها اللقطه وواحد وكل شيء، لكن اليوم اون فا با فوار ان نيفو تري تري فور. اما هاني قلت لك لا بريسيون على لاعبيه الترجي الرياضي التونسي، اللي انا بور لو بوبليك تاع الترجي الرياضي التونسي اليوم جوارات سين ديكوفيرت. اسكو جوارات هذوما انا ما نجمش نحكم عليهم اللي انا ما شفتهمش يلعبوا، لو جور نشوفهم يلعبوا جو بو دوني ان افي. وعطيت لافي في الجوارات اللي كانوا هنا وقلت 96% باش يكون معناها فياسكو جوارات اللي انتدبتهم الترجي، وهذا اللي صار وهذا اللي صار. عطيتني اسيست ممتاز باش نحرس الكمال. انا كمال كيفاش تشوفوا ميركاتو الترجي في الانتي خاصة الانتدابات؟ نحكيو على المشموم، رشاد العرفاوي، كيف كوناتي، ايولا، تقريبا هذم اهم الملاعبية اللي جاوا. كيفاش تشوفوا كمال الملاعبية هذو؟ شوف انا كنت صرحت وقلت انا بيرسونيلمون يعني
العيشه اللي عشتها في الاسبيرونس ونعرفوا الاسبيرونس ونعرفوا لي جوار اللي بداو يجيو الاسبيرونس والريكروتمون وكل شيء. انا نشوف السنه لي ريكروتمون اللي عملتهم الاسبيرونس ما همش في مستوى بتاع الترجي. نتحمل مسؤوليتي بوتيت ان شاء الله نكون غلط في الايام الجايه ولا نكون غلط بالموسم هذا، مي اللي نشوف يعني نشوف اللاعبين اللي موجودين في الترجي مش نتاع الفريق. ما نحكيش على الشامبيونه بتاع تونس راهو، ما نحكيش على الشامبيونه، انا كي نحكي على الاسبيرونس نحكي على الشامبيونز ليغ ونحكي على الفينال والديمي فينال. دونك مانيش قاعد نشوف في ملاعبيه اللي قادرين باش تنجم يوصلوا للترجي للنهائي تاع الشامبيونز ليغ ولا الديمي فينال شامبيونز ليغ ويترشحوا بها. ما عندك عليهم فكره كمان مثلا كوناتي اللي جاي في كما قال توسي المنجي، كما قال توسي المنجي قال فما بريسيون كبيره برشا على الاسبيرونس. علاش؟ فما بريسيون على راضي الجعايدي كبيره برشا على خاطر بورو توا راضي جاي من لانجلتير وعمل تجربه كبيره في 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 لانجلتير وجاي بعقليه اخرى، لكن العقليه بتاع لانجلتير ما تنجمش انت تو بو با لابليكي في تونس مع اللاعب التونسي. اللاعب التونسي مش صحيح راضي خرج من تونس 2004 اون 2021 من 2004 2021 بدلت برشا حاجات والعقليه نتاع اللاعب تبدلت والتعامل مع اللاعب تبدل. دونك ديما ونرجع نقول راهو يعني باش تبني فريق باش لو حتى نشوفوا في الفرق الاوروبيه الكل اللي يدفع اكثر واللي يصرف اكثر هو اللي يوصل. اللي يصرف اكثر في الريكروتمون ويحط كيما نقولوا نحن الباك ويجيب دي جوار دو فالور ويحط برشا فلوس هو اللي يجم يخلط البيوت نتاعو في الاخر. نحن انا نشوف الاسبيرونس الريكروتمون متوسطين عاديين تاع 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 فريق في البطوله ما ديما لي بروميير بلاس، اما تاع فريق تاع تشامبيونز ليغ ديما الهدف الاولاني تاع الاسبيرونس هو تشامبيونز ليغ. هدف تاع تشامبيونز ليغ انا حقيقه مانيش قادر لهنا كمان معادله صعيبه. مثلا الاهلي مع ميزانيه كبيره وصل جاب حتى لاعب يظهر لي من برايتون من البريمير ليغ، لهنا فما كيف كيف فما امكانيات نتاع فريق كيف كيف يفرق. مثلا الاهلي جاب الشحات معناها من العين ب 4 مليارات معناها وقتها معناها عامين ولا 4 سنين التالي، معناها هنا المفارقه كيفاش معناها تمشي تختار تعرف تختار ملاعبيه والا عندك بيجيت يحكم فيك. بيان سور انت شنو الهدف نتاعك؟ كان الهدف نتاعك باش تحب توصل انت تهز الشامبيونز ليغ وتوصل ترشح بها لكاس العالم الانديه لازمك تحط الباك وتحط الفلوس وتحط عباد كفئه باش تجيب انتدابات وتقوم بالانتدابات اللازمه. كان الهدف انت تاع البطوله باش تقعد في البطوله وتوصل هكيكا في اللي في اللي في الليبول في الشامبيونز ليغ دونك يعني عادي ما تصرفش برشا تبدا قاعد تستنى مشات الكوره مشى ماتش ولا زوز ماتشات. مي بون انت عطيتني توا الاكزومبل تاع الاهلي. الاهلي شوف لي ريكروتمون اللي يعملوا فيهم، شوف الجوارات اللي قاعدين من البريمير ليغ يجيبوا في ملاعبين يعني شوف يعني اسامي كبيره برشا، اسامي كبيره برشا خاطر الاهلي ما عادش تغزر الشامبيونان نتاعها ولا تغزر ايور ما عادش يكفيها ما عادش ترضى باش تهز البطوله المصريه ولا تتلوج على الشامبيونز ليغ وتلوج على كاس العالم الانديه وتحب تعمل نتائج وتحب تعمل واحد. انا قلتها راهو راضي في سيتواسيون صعيبه برشا في سيتواسيون صعيبه برشا. باش نرجع لك راضي كمال، لكن لهنا فاهم كان مايكل عط مع مايكل انت نتصور نجح ما كانش معروف كيف مايكل العام الاولاني ما نجحش. شيء مشى للجزائر بعدها عم نحكي جينيرالمون معناها مايكل وقال لي يعني كي جاو تونس ما كانوش ملاعبيه معروفين ما نجموش نعاودوا نفس السيناريو يكون نفس السيناريو في الاسبيرونس مع ملاعبيه هذو مثلا. شو اعطيني ديكريتمونات اللي تم اللي قلت لي عليهم اي ولا مثلا اللي معناتها اللاعب مش معروف ولو انه اللاعب كوناتي معناتها عنده سي في محترم. انت جبت لي على مايكل وجبت لي على يانيك وشكون اللي يلعب مع مايكل وشكون يلعب مع يانيك؟ صحيح شكون يلعب معاهم سميهم لي اسامه الدراجي يوسف المساكني شوف اللي اسامه الدراجي شوف الكيب اللي تلعب معاه. كي نعمل انا ريكروتمون واحد دو فالور فوالا نعرف اللي عندي جروب ونعرف اللي عندي متوسط نعرف اللي عندي جروب متوسط ما نجمش نحلم من بعيد. نرجع ونقول لك قلت لك راضي في سيتواسيون صعيبه في معادله صعيبه. انت خرج هو قال ليكيب نتاعنا ماناش حاضرين ماناش باش نهزوا الشامبيونز ليغ حاب ينحي لا بريسيون بوتيتر على الجوارات وينحي لا بريسيون على الجوارات. لكن تكون حقيقه معناها لا نعرف تنجم تكون حقيقه لكن وقت اللي انت تكون في الاسبيرونس ومدرب نتاع الاسبيرونس ما نجمش نقول انا من السنه ما نلعبش على الشامبيونات وما نجمش نقول السنه ما لعبش على الكوب ولا ما لعبش على الشامبيونز ليغ. الجمهور ما يقبلش. ما يصبرش.
ضم جمعيات كبار تعيش بالتيتروات، ضم جمعيات كبار تعيش بالاكسبلوا اللي موجودين، ضم جمعيات كبار كما تهزلكش تيتر ولا زوز في العام سي تاني شيك. وهذا خويا هادي كمال زعيم شنو اللي نسميك كاكا تعرف سكي غراف خويا اسلام اللي نفس الاغلاط ونيفو دي ريكروتمون تاع السنه الفارته تتعاود السنه هذه. انا ما نجمش نحكم على جوارات بيان سور خويا كمال تبارك الله تفرج ويعرف شنو هو دونك اون تو كومبري. الحاجه الاخرى اللي ريسك اللي خذاه راضي جعايدي باش يرجع لتونس يراني باش يسكر عليه الابواب نتاع الرجوع الى اوروبا، هذه قايده عندك علاش سي كوم سا. حتى انت يعطيني ان انترينور فرونسي رانا في الافريك ورانا في تونس ولقى بوسيبيليتي باش يرجع لفرنسا وراني لفرنسا في فرنسا منهم روجي لو مير اونتر اوت بنار كازوني رانا في تونس وبعد شي رانا ايفيون فرنسا انا ايفيون 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 ما راناش هو كان يراني في مارسيليا ما راناش ايكيبات اخرى وينو كلود لوروا نسمي لك 99% الاشكال الكبير اللي اذا كان باش نحكيو على انتدابات السنه الفارته وتعمل نفس الاغلاط انت تعمل على ما وجي راضي يوصل يقول احنا ما نجموش نهزو الشامبيونز ليغ اكبر غلطه او نيفو دو لا كومونيكاسيون لان اليوم جمهور الترجي الرياضي التونسي كي تغير العقليه نتاع الملاعبي راه يلزمك تعيش معاه وكي تاخذ ملاعبي يلزمك هذاك الملاعبي باش يفيدك. وحاجه اخرى انت اليوم اذا كان انت تو كابابل قبل ما تبدا لا بريسيون دو بوبليك تشري جوارات قبل لا بريسيون دو بوبليك باش تسكت الجمهور. اذا كان الترجي الرياضي التونسي وصلت باش تعطي 750 الف اورو في العام الحاتم بن عرفه اللي نوعدك ابشر جارك بعد هذا ابشر نقول لك حاجه اللي نوعدك نوعدك ابار لي تروا غران كلوب في فرنسا اوكان جوور نو فاتوشي لو سالير دو حاتم بن عرفة اوكان ابار لي تروا غران كلوب نحكي موناكو باريس سان جيرمان ومارسيليا. دونك انا نقول تو سامبلومون هذايا سي ان بروبليم دو فيستير باش يعمل لك مشكله في الفيستير باش يعمل لك او نيفو دو لا كومونيكاسيون انتر لي جوور et l'entraîneur entre les joueurs et le public خاطر الجمهور وقت اللي الملاعب هذايا. وانا جو سوي انا نقول لك اللي الجوار افريكان اللي يجي لتونس سكينا اوكين اوفر اير. انت اليوم في اوروبا يتبعوا في جوارات عمره حتى 6 و7 و8 سنين و10 سنين. نعطيك سكوب خويا اسلام اخر مره عندها توا يمكن 5 ولا 6 سنوات في فيفيلو ايكيب هذه في هولندا ايزون سيني ان كونترا دان انفون كي 3 ans ثلاث سنين عمر. دونك اليوم انا جوار افريكان يلعب في الشامبيونات افريكان ميور بيتور في تو سكو فو فولي في لي جوز اولمبيك ولا حاجه ويجي لتونس سافو دير كي نا با يو دوفر. حاجه اخرى احكيها على الاهلي المصري اي جوار مشى من تونس هنا ومشى الاهلي المصري يلا بري دو لا فالور لان الشامبيونات تاع تونس ماهوش ريكونو كان تري بون شامبيونات. اليوم علي معلول يرفوز 4 مليون دورو دو سالير بار اني وعندهم الاهلي عندهم اوفر سور لا تابل دو 15 مليون دو دولار خرج من السي اس اس. هذا الاوفر نتاع رين ولا حاجه اخرى؟ حاجه اخرى صارت حتى في معناها من رين ليكيب ولا يحكيوا رين هذه ايكيب وثم ايكيبات اخرى زاد قبل 15 مليون دورو سور لا تابل وقت اللي هو خرج من السي اس اس افيك 400,000 دولار اللي خرج بيه. باش نحكي شويه على اتحاد مونستيري كيف باش نكملوا نحكيوا على الترجي. فاصل موسيقى وبعد راجعين في زون ميكس حتى ال 15.